والابن والروح القدس إلهين واحد آمين. أصحابنا الحلوين، النهاردة معادنا مع مصطلح جديد من اللغة القبطية، هناخده اسمه إبصالية. اسمها إيه؟ إبصالية. نقول تاني، إبصالية دي كلمة من الفعل اليوناني اسمه إبصالو، معناها يرتل، يعني ترتيلة حلوة كده على ليها أوزان معينة كده بتتقال في التسبيحة زي كده بتاعت إيه؟ طلبتك من عمق قلبي يا ربي يا يسوع أعني، نفسها كده. وتسبيحة بقى وأبيات كتيرة، أبيات كتيرة ولها نغمة جميلة قوي بتتقال في التسبيحة، وبنطلب هي تمجيد لبابا يسوع. وكمان في إبصاليات بتتقال في الأعياد السيدية زي الميلاد والغطاس القيامة. يبقى إبصالية كلمة من الفعل اليوناني إبصاله، معناه يرتل، والترتيل عن بابا يسوع، والكلمات بتاعتها مرتبة وموزونة زي أبيات الشعر، وبتتقال فين؟ في التسبيحة.